أكيد مش سعيدة، بس رغم كل شيء إني فرحانة بالتجربة. المهام ما كانت صعبة قد ما فيها تحدي، خصوصاً إنه في كل حلقة عندك ضيفة، والضيفة ما بتعرفي عنها كتير، فكل اللي بتعرفيه إنه بتختار كونسبت معين، فما بيكون عندك وقت مثلاً إنه بتحضري كذا شغلة وبتعرضيها عليها لتسويها، بس من خلال هالكونسبت أنت بتجهزي العباية. بصراحة لو الموضوع ما فيه تصويت ممكن يعني أحذر، بس طالما الموضوع بالتصويت فما فينا نقول منه ممكن يفوز. فعلاً استمتعت بالتجربة مع بيرسي العباية شامبو، والجزء المفضل كان لدي الوقت لما كنا نحضر العباية بالمشغل. خطتي بعد هالتجربة إني أستمر، وفعلاً راح أستمر بنفس المجال. هي فعلاً فادتني لأنه أعطتني دفعة للأمام، خصوصاً أنه حتى لو أني استبعدت، فأنا تلقيت مكالمات من السعودية أنه حابين الديزاين وبدهم ياني أعملهم إياه، ومن أستراليا كذلك. أنا بصراحة لهلأ ما بعرف ليش تم استبعادي، بس أتوقع أنه الموضوع بيرجع للتصويت. بالنسبة لي إنه شعوري أمام المشاهدين إنه كان فعلاً ارتباك، خصوصاً إنه إحنا كنا عندنا تحدي، وكل واحدة بتطلع على ستيج لازم تقدم شيء حلو.